استقبل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه بقصر الصخير هذا اليوم معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وعرضا من كبار المسؤولين بقوة دفاع البحرين وتم خلال اللقاء بحث المشاركة المتواصلة والمستمرة لقوة دفاع البحرين في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي المشترك وما حققته من نتائج مثمرة ومتميزة في هذه المشاركة المشرفة إضافة إلى بحث الخطط المستقبلية لتطوير وتعزيز مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. واشاد جلاله الملك المفدى القائد الاعلى رعاه الله بكل الجهود الطيبه والموفقه التي تقوم بها قوه دفاع البحرين لكل ما فيه خير وطننا العزيز وامنه واستقراره وتقدمه